السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نقدموا معكم الكريب مالح، واحد الحشوه ديال الدجاج اللي كيجي لذيد بزاف. بالنسبه للمقادير، غنبداو بمقادير الكريب. هما الاولي عندنا سيترو ديال الحليب، نديرو هنا واحد القبصه ديال الملح، واحد زلافه ديال الطحين، جوج بيضات، وعندنا الزبده دايبه واحد المعلقه، وساشيه ديال الفاني. وبالنسبه للحشوه غنديرو هنا شويه البصله، شويه القزبر، شويه ديال الثومه، الملحه، سكينجبير، البزار، الخرقوم، التحميره، وصدر ديال الدجاج قطع، والفرماج، والزيتون. الحشوه غادي نضيفوا لها شويه ديال زيت العود، نسيت ما ذكرتوش، وغنديروا هذا الشيء كامل يتشحر مع بعضياته، وديك الساعه نرجعوا للكريب. نخليو هذا الشيء يتشحر مع بعضياته. غادي نديروا ديك الساشي ديال الفاني، جوج بيضات، خبصة ديال الملح، نطحنوا هذا الشيء مزيان، وديك الساعه نرجعوا نضيفوا الطحين شويه بشويه. نضيفوا الطحين شويه بشويه، وبعد ما طحننا كل شيء غادي نزيدوا ديك معلقه ديال الزبده ونطحنوهم، وديك الساعه نخليهم واحد نص ساعه يخمروا ونرجعوا معكم نطيبوهم. على بد ما سخنات المقله ديالنا غادي نشويو الخليط. بعد ما وجدتنا الحشوه ديالنا غنزيدو شويه د الزيتون ونخلطو مزيان. بعد ما تحمراتنا نقلبوها على الجهه الاخرى ونستناوها طيب، وديك الساعه ندوزو الحشوه. بعد ما طابت لينا غادي ندوزو الحشوه. من بعد ما طاب الكريب ديالنا غادي نديرو الفرماج هكا، نديرو الحشوه، غنديروا على هذا الشكل هذا حسن. وانا بعد ما ساليناهم كاملين كنديرهم فواحد المقله، كنسخنوهم شويه نحمروهم. الا كانت البانيني حسن، انا تحرقات ليا داكشي علاش درت المقله. كتكون هذه هي النتيجه النهائيه ديالنا. كندير لهم شويه الفرماج من الفوق، نحدهم سخانين. الى عجبكم الفيديو كنتمنى تدعموني بالاشتراك ديالكم والاعجاب. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.